ألا يا غربة اللهفة، ألا يا لهفة الغربة، تبعدنا تقربنا ويبقى الشوق يحيينا. ألا يا غربة اللهفة، ألا يا لهفة الغربة، تبعدنا تقربنا ويبقى الشوق يحيينا. كل يوم مشط شعرك ما تقولين شيء، ايش معنى اليوم يعني؟ ما ودي حق الدكتور، ما ابغي. لازم بابا، اسنانك مسوسه. اسناني ما فيها شيء، شوف ها ها.
اكو فيهم سوس وانتي ما تشوفينه. وانت ما بتصير ويانا؟ ما اقدر يا عائشه، لازم اروح للسطبل. يلا بابا. شفتي ابوي بعد ما بيصير ويانا؟ ابوك مشغول، بتصير ويانا خالتك ساره. يا سلام، هاي بدايه قويه. خليهم يوصلون للنهايه وبعدين احكم. يا اخي انا متفائل بهالرجال. انا خايف الثقه الزايده هاي تنجلب علينا. يا فيصل، صقر هذا بطل من ابطال طبقات الخضره وفايز بجوائز وايد. لو طيحت على الخيط يا ما حصلت يعني الناس. انا بعرف. شو دخل سباقات الخضرة بسباقات الخيل؟ ولا أنت بس معجب فيه؟ ومن ناحية معجب فيه فأنا معجب فيه. أولاً لأنه موافق. نحن لو جايبين مدرب أجنبي، كم بيكلفنا؟ تذاكر درجة أولى، وسكن ما أدري وين في أي برج من الأبراج، علاج له لأهله، ومدارس حق عياله، احسبها أنت. يا سلام، خمس ثواني في ظرف اسبوع الخيل كسبت خمس ثواني. هذا بعد ما تعاقدنا وياه. والله كيفك، انت حر، انت المسؤول. طبعا انا المسؤول بالضبط. هاي الرمز العدل. عبد الرحمن، ولد عمك عبيد شو جاي بنا؟ هذا مو بالعاده يزورنا. ايش دراني به يا شيخه؟ اتصل وقال بي اشرف اني القى هوا عندك. قلت له حياك الله. انا بصراحه مو مرتاحه ليجيته. اكيد هذا الريال في راسه شيء. ابوي شو هالهران ابوي ناصر عليك انت ما عليك انت مبروك مبروك. الله يستر. يلا بسم الله. يلا 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 تعال من اول. الله يستر. السلام عليكم. وين بابا؟ ما شاء الله ما شاء الله، شو البيت هذا كل ما ندش هنا يتغير، الا لون تغير، الا ديكور تغير، الا عمك يغير جلسته من مكان لمكان. حياك الله يا عبيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم. استريحوا. كيف حالكم؟ يلسوا يلسوا. الله يسلمك ان شاء الله. صبحت الله بالخير يا شيخه. صبحك الله بالنور. حيا الله من يانا. في حد عندنا غريب؟ يس، بابا ماجد اند هيز فادر. اسفرت ونورت، حياكم بل. الله. ها شو عندهم جايين من الصبح؟ والله يا ولد عمي بارك الله فيك، يقول لك المثل الكلمه اللي تسحب منها بدها، وحالات الثوب رقعت منه فيه. عاد ما ادري عاد فهمت علي ولا ما فهمتوا؟ شو بعد هذه فهمتوا علينا ما فهمتوا علينا؟ الله يهديك. بس انت تلمح حق شيء، شو هو؟ مو بعارف. مايد، صب حق ابوك قهوه ان شاء الله. جلس مكانك. احنا ابوي القهوه هاي ما بنشربها لين ما تقول لنا تم على الموضوع اللي جايينك فيه. وشو اللي جايني فيه؟ قول تم. زين خل اعرف شو الموضوع. ها الموضوع بارك الله فيك الريال هذا مايد ولدكم، تعرفون زين ما زين، وتعرفون ابوه وتعرفون امه. عاد جاي يخطب بنت عمه اليازيه على سنه الله ورسوله. عاد لا تردون عاد. والله عاد مايد ريال على عيننا وعلى راسنا ويشرف. هذا الكلام السنة. قم صب قهوة قم. بس عاد انتو لو مسبقين شوية. شو قايل هيك؟ يعني اليازية ناس متشلمين عليها واحنا عاطينهم كلمة. وملشتها جريب. جريبة؟ شو هالكلام هذا؟
ومتى استوى؟ على ابو حلم وبهال مبلح مدم على ابو كيف استوى هالشيء هذا واحنا وين احنا؟ انت واهل على عيننا وعلى راسنا، لكن هذا اللي حصل، والزواج قسمه نصيب. اي والله قسمه نصيب. زين منو هذا اللي جاي يعني متقدم؟ ولد ناس طيبين يا عبيد. زين نبالي عارف الطيبين هذا منو؟ الطيبين هذا منو؟ الله يهداك انت يا عبيد، شو بلاك؟ انت جاي تتفاهم ولا جاي تضارب؟ يا شيخه بارك الله فيك، خلينا في حالنا، انا ولد عمي يا ستفاهم. زين منو الطيبين هذا؟ يعني منو الزينين؟ منو هذيلا؟ ولد علي بن شاهين. ايه من عيال علي بن شاهين، والله لما حد ذبحني غير هذا علي بن شاهين هذا من استوت الشركة، وقلنا لك بندورياك شركة، قلت لا أنا بروحي، وآخرتها علي بن شاهين شريكك، كذبت. أبد ها شو بعد؟ أول بديت علينا والحين بعد عياله بديتهم علينا، ولا كنا من لحم ولا من دم. لو ما كنت في بيتي كان عرفت شو قايل أرد عليك. خلك في بيتك والله يوفقك إن شاء الله، بس بقول لك كلمة، بتدور الدنيا بتعرف منو وياك ومنو ضدك. قوم إن شاء الله. سامحني يا عمي، سامحني يا عمي. ما عليك أنت. يجرؤون يجون يخطبون بنتنا اليازية، لأنهم يعرفون أنها معلقة لا هي على الأرض ولا هي على السماء. الله يهداك أنت حين ولد عمك عبيد هذا يوم بغى يخطب حق ولده ما لقى ياخذ له إلا بنتي اليازية، جيه وما يعرف أن ولده ما يستاهله. يجرب حظه، قال بنية يالس في البيت نجرب يمكن يوافقون. لا يا عبد الرحمن لا، ولد أمك جاي بيقول لك كلمتين يقرقعن في قلبه من سنين، يبغى يقول لك إيش حقه ما أخذتني وياك شريك في الشركة. أنا ما علي من الكلمتين اللي قرقعن في قلبه عبيد، لأني أعرفه. أنا اللي يهمني اللي قال كلمة وخاف يطلع مو بقدها. صباح الخير. صبحك الله بالنور. صبحك الله بالخير يا بنتي. منو كان عندنا؟ ولد عم ابوك عبيد، هو ولده مايت. شو يبون؟ يا ابوي قلنا لك هذا ما ورا فايده، هذه بمصلحته بس، ما يعرف اهل ولا شيء، وانت اخطب لي واخطب لي، حد يخطب الصبح؟ ابوي البنت يالسه في البيت بلي عرس، لو سالينا كان وافقت. انت طبلت ذيك ويانا انت، بارك الله فيك، انت ما سمعت يوم قول حق عيال علي بن شاهين؟ يا ابوي عيال علي بن شاهين ما تعرفهم كثر يانا، واحد مطلق والثاني يالس في لندن يعربك. الغلط غلط كنت ابوي. شو سويت انا؟ اي نعم انت مشغل مخك انت، وحبيتها كان ويل بلي، حبتك البنت وما خلت في حالك، نزلت بالباراشوت. عش وتحفزت لها ابوي شوي نزلها بالباراشوتي، شو السالفة؟ وشربت غاز ولا بتكون مزوجوني يا ولا كلمت ابوي روح لا ابوي انت وايد متاثر بالافلام الهندية هاي، خلنا نروح ابوي، خلنا نروح احول شي تقارن؟ ايش تقارن ابوي؟ خلنا نروح ابوي حفزت اللحم.
دكتور بدري هلال. مش موجود النهارده. دكتور كاظم حبيب. هاجي انزل اليوم. ما فيش دكتور قلب اليوم؟ اه دكتوره هند جت. دكتوره هرب تاني. Get ready. 3 2 1 شوت. الريال كل كم من يوم شايل شلايله وياني البيت ويتكلم بنفس الموضوع. قل له ان البنت متكلمين عليها وما في نصيب. قلت له ألف مرة قلت له لكن مو بمصدق وميود علي. والله انتو تكبرتوا علينا ما تبون تناسبونا. فلوسكم غرتكم نحن أولى. ومن هالرمسة هذا؟ هذا ولد عمك متعمد يسوي كذي. والله المفروض يفهمها من اول مره. ايش اقول لك يا اخوي؟ لا خيال ولا مستحق. يدخل بموتر بوسط الحوش ويقعد يدقدق هرنات. كان يقول حق اليران شوفوني تراني كم مره هي يخطب حق ولدي ويردوني. زين هو ليش مو مصدق انه متكلمين عليه؟ عادري مو بمصدق. يقول انتم من زمان تقولون ان البنيه متكلمين عليها واشوفها هذه عندكم في البيت ميلسه. لا تحاتي يا اخوي عبد الرحمن تطمن. ننطر بس حمد يخلص ونملك عليهم ونفتك من هالموضوع. ايه ان شاء الله ان شاء الله. ايه بس متى؟ شفتي كيف خلصنا بسرعة؟ لطوف قالت لي بندز وايد. لا وين الدم حبيبتي؟ ما في دم. جيبي منه. شوفي شوفي أسنانك كيف صارت حلوة. أمي قالت لي خلصنا بتشتري لي حلاوة وشبس. سوري دكتور إذا ما قلت لها شيء ما كانت فترة تدخل. خلص ما مشكلة بس مش حلاوة وشبس أس كريم. تمام؟ شكرا دكتور. الله يعطيك. شكرا حق الدكتور. شكرا دكتور. الله يخليك يا حسنا. يلا عاشي لا تسوي مشكلة ويا رايلك. الموضوع ترى ما يستاهل. يعني انت تشوفين المفروض انه هو يهد بنته مريضه ويصير حق الخيل؟ انت ليش تبين تسوين هالسالفه؟ بنتك مو مريضه وبعدين ريلش راح الشغل ما راح يلعب. ساره شغله مو مع الخيل. شغله في الوظيفه الحكوميه اللي بيفرط فيها وعقب بيندم. في ذمتك وظيفه مدرب خيول، هاي وظيفه لها مستقبل؟ ويش؟ انت وايد صايره حنانه وكلها تتحرطمين. وش حقه ما تبين يتحرطم؟ انت تشوفينه عايشين شرات الناس؟ بيتنا وايجار، لا نقدر نسافر ولا نقدر نشتري اللي خاطرنا فيه. هذا واشوف غيري واتحسر. يا اختي لا تغرتش المظاهر، ترى السعادة ما بالفلوس. انت الله عطنك ريال يحبك ويخاف عليك. تعالي يوم واحد وياي بس المحكمة وشوف الحريم كيف رياعينهم ملعوزينهم. هايك الساعة بتحمدين ربك للنهار. وليش ان شاء الله تبيني اشوف الحريم اللي عندهم مشاكل؟ انا من حقي اشوف الحريم المستانسات وعندهم كل اللي يبونه. الدنيا ما تعطيني ذا الشيء. قلت اليازي وين؟ اليازي طلعت. وين صار؟ صارت في ربيعتها اللي جايه من لندن بيتغدون برا. ليكون سمعتنا ونحن نسولف وحطت بخاطرها وزعلت. لا تطمن ما سمعت شيء. لكن شافت وجهك يوم تغير عقب ما عفس مزاجك في دعمك. عبيد هذا يعفس مزاج ديره بحالها. وانت تعرفين الرمس في هالموضوع هذا ضايقني. ولد عمك هذا اصلا بس يبغى يضايق بك. هو حاط بخاطر عليك
وشايل في قلبه. من يوم ما دخلت شريك مع علي بن شاهين ما بمعه ولا هو ما يهمه لا ولده ولا أي شيء. عبد هذا ليش ما يملك يفكنا من عبيد وغير عبيد؟ ترى هذا هو صاير راجع على دبي يملك يتزوج ياخذها ويا لندن. من الصدق الحالة هذا مضعيبة مني بغي ترمس ابوه. ايش بقول لك الثاني ما طاوعني استحي. زين تبغيني ارمس امنه؟ رمسيها بس خلي السالفه بينك وبينها. اشوفك ما طولتي بسرعه رديتي. شو اسوي؟ شردني برد لندن مرض كل وقت محبوسه في الفندق حسيت عمري مسجونه. والله ما حد قال تصيرين تعرفين انه وقت برد. أخوي محمد كان يبغى يشتري أجهزة تصوير ورحت وياه بس ورحت أشوف منصورة. هي قولي شي. شفت حمد؟ ما شفتي. كنا قاعدين أنا ومحمد ومنصور في كافي شوب سيلفرجز. تخيلي طلع يدرس ويا منصور في نفس الجامعة. المهم سلم ومشى. الصراحة وسيم. ما تيوزين أنت؟ ما تيوزين؟ أقولك يزوي أنا وايد يعانى. لا حول. خاطري بحلويات. يلا 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 أنا بزق. يلا يلا. الحين منو هذا اللي قاعد يلعب؟ أنت ولا؟ لا مو أنت. لحظة وري وري منو اللي قاعد يلعب؟ ينتوني وملتوني. بس ما في جيمز انا خلاص. بس يلا تبوني يدات على خدمهم. يلا يلا بشوف كله ذبحتوني. يلا 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 برا برا تبونهم. يا زينهم من العيال فرحتهم مستانسين واحنا محرومين منهم. هذا حظنا بعد. شو نسوي زين؟ ليش ما رجع لطيف وطلقها طلقه واحده؟ شو يصير؟ واللي يسلمك يا ابو سلطان سكر عن الموضوع لا يسمعك. وظن هو مستانس. احنا للحين ما نعرف هو ليش طلقها. هلا شيخه. هلا حبيبتي. شلونك؟ شلون اخوي عبد الرحمن؟ الحمد لله يا عم. الكل بخير الله يسلمك. بس يا عم بغيت اكلمك في موضوع لكني شوي مستحيه. عفا عليك. آمريني قولي. أنت يا أختي ما تقصرين بس يعني بغيت أقولك إن سالفة العيال طولت والناس مو بتاركيننا في حالنا. سايرين ورادين علينا ونحن مو بعارفين شو نسوي. وبعدين حمد الله يهداه لوي ويملك ورد يكمل دراسته بعد بيكون زين. أو إنه يعرس ورد ياخذ الحرمة وياه بيكون كذي. البنت تزوجت وافتكينا. خلاص أنا بكلم حمد أو بتفق معه. ما يكون إلا خاطركم. طيب أنتي تامرين أمر. ما تقصرين يا أمر. جزاك الله ألف خير. مشكورة حبيبتي. مع السلامة. ما إيش قالت؟ قالت ما يصير خاطركم ولا طيب. ايش حالك يا الحلو؟ انا حلو؟ ايه يقولون انك مستوي حلو وتحاوط في الكوفيات. انا هذا وانا في مكتبه الجامعه. وبعدين منو اللي وصل لك هالرمسه؟ والله ناس شافوك في لندن وخبروني. الناس يشوفوني كل يوم في لندن بس ان شاء الله ما بالغوا يعني بالرمسه اللي وصلوا لك اياها. ليش انت مسوي شيء غلط؟ في وايد ناس يسيئون الظن ويمكن يوصلوك المعلومة بطريقة غلط. على العموم أنا الحين عندي مراجعة وايد مهمة بكملها وبدرسها وبرد أكلمك. أوكي خلاص بتصل بك وقت ثاني إن شاء الله. مع السلامة. باي. إيش حقك تأخرت؟ ها؟ إن شاء الله خلصت أمورك. يا
لا والله ما خلصت، يعني تلفون وخربط لي مخي. تلفون؟ من منو؟ من الجازية، تكلمني وكأنها شاكة في شيء. شي؟ شو قالت لك؟ تلمح يا أخوي، كأن حد موصلنا رمسة عني. والله أنت اللي ورط عمرك، خليت نفسك في هالموقف الصعب. تقول شافوك ناس وتمشى في الكوفيات ومستوي حلو. أبوي هاي واسطها الرمسة. أكيد وصل لها كلام. تقول لي ناس وما توضح. ما أدري تعمد تخليني معلق. أي أتحمل اللي بيك. قم قم. أنا ميت من الجوع. قم خلينا نتعشى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. ها كلمتي حمد؟ دقيت عليه مرتين جهازه مغلق. يمكن عنده محاضرة في الجامعة. اتصلي فيه مرة ثانية ترى عبد الرحمن وايد متواكل. زين احنا متفقين معاهم، ايش فيهم مستعيلين على الملكة؟ فين يا عاملة بعد يبون يفرحون ببنتهم والخطاطيب كل يوم يجونهم. امس جاي عبيد واللي عم عبد الرحمن رده وما اعرف شو يقول له. خلاص مو متصلة. أنا ما أتصل فيه. لا 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 أنا كلمة وليرحم والديك. أنت ليه تحكيت معه بتهاوشون؟ لا تهاوش معه الله يهداك. الله يهداك. عفك عدل. أمي مسوي تلفون. زرد عليها شو المشكلة؟ الله يستر يا أخوي، أشوف المكالمات زادت. مرحبا سلطان. هلا حمد. هلا امي شلونك؟ انا بخير يا امي. مو بناقصني غير شوفكم انت وابوي واخوي سلطان. كلنا بخير يمه. امري يا امي. اليازي يمه. شو بلاها اليازي؟ يا ام البنت خطاطيبها كثروا، ما يصير تترك البنت معلقه كذي. امي خلي يقولون لها مخطوبه. يا ام الكلام ما ينفع، والزواج اشهار. انا اقول تي دبي تملك عليها او عقب ترد تكمل دراستك. يا امي ما عندي اجازات. دبر نفسك يمه، دبر نفسك، ما يصير بيت عمك ماخذين على خاطرهم. يلا الله حافظك، خلي بالك على روحك. مع السلامة. مع السلامة أمي. عدل حكيت وايد عدل وايد زين. عطني الشاي. ما قلت لك هالمكالمات وراها شيء؟ ما أقول إلا الله يعينك يا أخوي. قم 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 خل روح. قم أخاف أقول لك ما دي ترفض ولا تقبل، بس الموضوع يتعلق بالمستقبل. يعني قررت ما تخبرني الحين؟ لا بقول لك، بس قبل لا ترفض وتقبل أتمنى أنك تشاور على بيتك وياك. وظهر الموضوع وايد مهم. الموضوع يا صغير أبي له قرار، والقرار صح. ما أعرف، أنت خبرني. والله يعيننا على التفكير. زين بقول لك. ماما ما تبو بي. Thank you.
طال عمرك انا ادري ان الوالد غلطان. ادري به دوم يخربط في الرمسه. الولد ودي ما جيت. لكن الله هدايا جبرني غصب الا اروح يا غصب. اقول له يا ابوي البنت متكلمين عليها مخطوبه، يقول لي لو مخطوبه كان عرست من زمان. قلنا لكم اكثر من مره. لكن انتم تتعمدون تسوون المشاكل. والله العظيم قلت له. حتى قبل لا ننزل من السياره قلت له. قلت يا ابوي خدش يسلم على عمي نشرب الشاي والقهوه وياه ونروح من غير ما نيل الطاري، لكنه ما يسمع الكلام. شوف هذه اخر مره تجيب ابوك تخطب. بعتونا اهل حياكم الله على العين والراس، لكن تجيبون طاري هالموضوع قسما بالله ما خليكم تدشون البيت مره ثانيه. صار يا عمي تم ولا عاد نعود، سامحنا هالمره. سر مكتبك. تم سر سر ولا عمرك صرت. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. حيا الله خالتي. مرحبا بك. حياتي الله حبيبتي. الله يحييك حبيبتي. حبيبتي. شخبارك؟ شحالك؟ الحمد لله بخير. ليش كلفت لعمرك خالتي؟ ماشي كلافة. عاد انا كنت موصي الدرو ليكم العصر. تركم تبون العصر؟ شفت امي قلت لك ما سمعتي كلامي. حصل خير. خالتي مو مشكلة. خلاص ناخذهم هذيلة ونسوي لك العصر غيرهم. لا خالتي المايكرويف ما يقول شيء، بنسخنه وبنقدمه للضيوف. في شيلتي سامحيني يا ابنتي. مسموحة حبيبتي مسموحة. يلا غالية يلا مشي. بتسيرون؟ لحظة لحظة شوية، تعالي غالية أبويك. غالية. شكرا. شكرا حبيبتي. ايش حق ابنتي مستعيلة هالفلوس؟ حقك يا خالتي وانت تستاهلين أكثر في بيتك. مشكورة ما قصرت حبيبتي ما تقصرين. عادة نحن عندنا اليوم العصر حفلة عرض عطورات جديدة، حياكم الله تفضلوا عندنا. مشكورة حبيبتي, حبيبتي ما قصرت حبيبتي. يلا مع السلامة. الله يحفظك. يلا غالية مع السلامة. حبيبتي. مع السلامة. عاشر أنا لو أدري أنت بتزعلين كم خبرتك من البداية. وبعد تبغى تخش عني يا سكر. أنا خاطري أفهم أنت أصلا كيف تفكر. في واحد يهد وظيفته الحكومية ويروح يشتغل مدرب خيول بعقد، صراحة ما حد يسويها إلا المينون. ما عليه، أنا مينون وخذيني قد عدي. صقر، ما في وظيفة اسمها مدرب خيول، لا يقصون عليك. ما حد يقص علي يا عائشة، أنا ريال وشوري في راسي، وبعدين أنا ما أشوف عمري صراحة في جلسة مكاتب، أنا ما أحب جلسات المكاتب. أنت تبغى تسوي اللي في بالك وبس. ما تفكر باكر اذا راعي الخيول قالك شكرا ومع السلامه من وين بتصرف علينا وعلى نفسك؟ هذا مجرد افتراضات ممكن تستوي في اي وظيفه. وبعدين يا عائشه انا باكر تساعديني وتوقفين وياي، ما بتكسري مياديفي، اباكر تفهميني. يعني انا ما افهمك؟ لا مو فاهمتني. خلاص عيل سوي اللي تبغاه وروح حق الخيل يمكن تفهمك اكثر مني. عائشه عائشه أبوي، شوف أسناني صاروا يلمعون. ما شاء الله محلاهم،
بس عاد لازم تحافظين عليهم. الدكتور قالي اكل بيض واشرب حليب واكل ايس كريم بس ما اكل حلاوه. شاطره، ان شاء الله عاد تسمعين كلام الدكتور. امي قالت لي لو ما سمعت كلام الدكتور بصير دقمه. ويا ليت بعد لو نودي ابوك الدكتور يمكن ينصحه. هي ابوي سيلا ترى انه هو وايد حلو. وبعد بنساله اذا الخيل تفهم الريال اكثر من حرمته. احام يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سامحني يا إنك في هذا الوقت. مسموح يا أخوي، تفضل أمرني. ما أظنك تعرفني. لا والله، منو الريال؟ أنا مسعود، مسعود اللي كنت أدرب خيل جابر وفيصل. سمعت إن عينك مدرب بدالي. لا يا أخوي، هذا مجرد إشاعات. جابر الله يهداه فصلني من غير ما يعطيني أي مهلة عشان أدبر فيها وظيفة، وأنا ريال عندي عائلة وعلي التزامات. طيب أخوي آمرني، كيف ممكن أساعدك؟ أنا قضيت عمري كله مع الخيل، ولا جد اشتغلت أي شغلة غيرها، وما ظن حد بيرضى يوظفني عنده وأنا في هذا العمر. بس يا أخوي أنا قلت لك هذه كلها مجرد إشاعات وأنا ما توظفت للحين. إن شاء الله تتوظف، بس إذا توظفت هو الله وفقك. الله يخليك ساعدني، كلم جابر خلي يشغلني أي شغل عنده في الصبل وأنا أقدر أساعدك، لأني أعرف الخيل وحدة وحدة. إن شاء الله إن شاء الله فارق قيم. مشكور وإزاك الله خير، فمان الله. حياك الله يا أخوي. Thank you.